شلون صار هيك سلطانة؟ كان وضعه كتير منيح لما ودعته ونحن طالعين من القصر، بس ما تكون شي لعبة من قسم. أنا هيك توقعت بالأول، فكرت إنه قسم عم تختبرني، بس مو هيك الموضوع. لو إنكم شفتوا حالتها، كانت كتير تعبانة ووشها ما بيتفسر. السلطان أحمد ما بقى موجود. إيه الله يرحمه. آمين. معناها من هلأ رح يبدأ حكم السلطان عثمان. لا يا داود، رح تبدأ سلطنتنا نحن. ابني مصطفى حيعتلي العرش، قسم وأنا اتفقنا. أنا ما فهمت. قسم مستحيل تقبل بهيك شيء أبدا. هالشي مستحيل بوجود أمراء. بعرف إنه هالشي مستحيل، بس العرض إجا من قسم نفسه يا دلبر، وكمان ضمنت الوزراء والعلماء وكل العساكر اللي هون بالقصر. بصراحة هي اتخذت هالقرار الصعب هاد لحتى تحمي ولادها من أي خطر. طيب وهلأ شو بدنا نعمل سلطانة؟ يعني بدنا نقبل بشروط قسم؟ كل الاحتمالات واردة يا دلبر. مرض أخي واضح للكل سلطانة، بس يشوفوا حالته رح ينزلوه عن العرش فوراً. انت شو قصدك؟ لا تاكلي هم يا سلطانة، أنا بعرف كل شي عن الأمير، بس أنا يا سلطانة كان لازم من زمان أعرف عن وضع سمو الأمير الصحي مشان سلامته على الأقل. اصحك حدا يعرف داود. هذا السر رح يكون ببير غميق ماله قرار. المهم هلأ نقرر شو بدنا نعمل، لأنه بتعرفوا أي خطأ بيصير لا سمح الله رح تكون كتير وخيمة نتيجته. قسم ذكية وقوية، أكيد هلأ رح تكون أخذت كل التدابير اللازمة. أنا رأيي نقبل بشروطها. يعني أخي رح يستلم العرش وأنت رح تصيري السلطانة الأم، ومع هيك رح نترك الإدارة بإيدها لقسم، مع أنه هي ما لقي سلطة علينا. مجبورة أقبل لأني بدي أوصل للحلم اللي عم بحلم فيه طول عمري. ولا تنسي أنه كل العساكر والوزراء معها إلا داود معنا، وخاصة الانكشاريين والحراس والحرملك وكل المشرفات والأغوات. ولحتى نثبت بمكاننا من بعد ما نحط رجلينا على أرض ثابتة، نحن بحاجة لكتير شغل. إذا كنا ناويين نقتل الأفعى فغلط إنه نبلش من ديلة. لازم نقطع راسها. بوعدك إني ما عيدة وعلى طول رح أسمع كلامك. ما بدي أخي السلطان يعرف باللي صار. الله يخليكي. أخوك السلطان ما رح يعرف مصطفى، لأنه ما عاد موجود. الله يرحمه، أخوك انتقل لرحمة ربه. كيف؟ أخي أحمد، توفى؟ من اليوم ورايح لازم ما بقى تخاف من أي حدا بالدنيا كلها مصطفى. بكرة أنت رح تصير سلطان الدولة، حتحكمهم كلهم. كل الناس رح تخاف منك، كل الناس يا قلبي. أنت رح تصير السلطان.
أنتم متأكدين أنه أخي السلطان مات؟ بجوز مو صحيح. لا حبيبي مصطفى، وحياتك مزبوط. قبل كام سنة قلتوا لي نفس الحكي، والسلطانة صفية كانت رح تطالعني على العرش، بس إجا أخي وقف هالشي وحبسني بالقصر. لسه متذكر هداك اليوم؟ كنت وقتها كتير صغير. هلأ بيكونوا عم بيغسلوا جسمانه، وبعدين رح تطلع اللجنة زم الحرم لك، وبعدها مباشرة رح تتصل طنطك. بس هلأ لازم تشرب دواك مصطفى. داود باشا حكيتي معه؟ حكيته، ما رح يبعد عنه أبدا. هي أول مرة رح ينتقل العرش من الأخ لأخوه، مو مثل العادة. بقى لنشوف العساكر والأهالي شو رأيهم بهالشغلة. العسكر والأهالي راضيانين باللي بتقوله السلطان قسم. السلطان أحمد لما استلم العرش ما قتل أخواته يا حضرة المفتي، بس هلأ الوضع رح يتغير إن شاء الله. لا يا باشا، السلطان قسم حتكون مسيطرة على كل الأمور. سلطانة، يمكن الكلام اللي بدي أقوله ما يكون له قيمة عندك يا سلطانة، بس أنا زعلان من كل قلبي. الله يكون بعونك ويمنحك الصبر. الباقية بحياتنا قسم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يسمعني منيح شو بدي أحكي، ويخبر كل العباد إنه مولانا السلطان أحمد خان انتقل لرحمة ربه بليلة 23 بشهر ذو القعدة وصار بديار الحق. الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إليه. العلماء والأعيان اتفقوا إنه يغيروا نظام توريث العرش يلي السلاطين حطوه من أول عصور الدولة العلية، وطبعا هالشي كان بإجماع الكل. شلون؟ شو هالحكي؟ كيف هيك صار؟ شو هالحكي؟ ما بصير هيك. كيف ممكن يتغير من هلأ؟ عرش آل عثمان ما بقى رح يكون من الأب للابن، رح يتغير من الأخ للأخ. شو ما عم صدق شو عم اسمع. هالحكي مو معقول. كيف يعني؟ ما بصير. غريب كتير. ولهالسبب هاد اليوم اللي رح يصعد على عرش السلطنة هو سموه الأمير مصطفى الله يخليه. انت مرقت من هالطريق قبل هالمرة، تتذكر؟ بس للأسف كانت نهايتك فظيعة. الطفولة خلاص انتهت. انت معك أمير، انت رح تصير سلطان. السلطان أحمد بن سعد الله يشهد. يا مغفلين يا خونة، بدي أعرف شو اللي عم يصير. مولاي لا تخاف، أنا جنبك. دستور مولانا السلطان مصطفى خان. بشكر الله وبحمده لأني عشت لحتى أشوف هاللحظة هاي. إن شاء الله تنتهي مراسم التتويج على خير. خايفة اللي يصير شي مشكلة معه، الله يمطيه على خير. اهدي السلطانة، رح بتمر إن شاء الله. We'll be right back.
مات. هالشي صحيح؟ يعني فعلا هو اللي موجود بالتابوت؟ لتكون خدعة يا سمو الأمير. لا تصدقوه، عم يكذبوا عليكم. السلطان أحمد لساته عايش. لا تنخدعوه، هدول خوانة. لا تصدقوا كلامهم. لا تبايعوا الأمير مصطفى يا رجال، لا تكونوا خوانة مثلهم. ليش هيك عم يساوي مصطفى؟ دخيلك يا ربي دخيلك. افتحوه مولاي، بترجاك افتحوه افتحوه. يعني انتو ما شربتوا الدواء؟ اي شيء اكيد انه شربنا، بس وجود الناس بهالكثرة هو اللي خوف. مولاي بكفي. مولاي من بعد اذنك. مولاي اخي مصطفى. مولاي لو سمحت. قلتلك يا سلطانة انه فيكي توثقي بداود باشا. إن شاء الله مبروك يا حليمة، صرتي أنت هلأ السلطانة الأم. بتمنى أنه تعرفي قيمة هالمنصب وتتصرفي على هاد الأساس. أنا عرفاني هالشي قسم، لا تاكلي هم، رح أعمل كل شي بيتوجب علي. لحظة قسم، بما أني صرت السلطانة الأم لازم تروحي على القصر القديم وتتركي قصر العاصمة. يعني بتعرفي هي هي قوانين دولتنا. شو عم تحكي يا حليمة؟ في اتفاق بيننا. اتفاقنا منتهي. بعد عني مش هقلق تطوع. سيبوني.
الله لا يوفقك يا بشيرة. قديشك طلعتي وحدة خبيثة؟ أنا عم نفذ الأمر، أمر السلطان. أعطانا أمر بالقبض على كل الأمراء يلي بالقصر. كيف بتعملي هيك يا سلطانة؟ مو حكينا بهالموضوع؟ لسانا بأول الطريق وفيكي تتراجعي عن هالخطأ. خرس يا جنات، انت مالك كلمة بوجود السلطانات. بظن سمعتي يا سلطانة. جهزي حالك بسرعة لأنه ما معك كتير وقت. هاي طبيعة الأفعى، بس تلاقي فرصة بتلدخ. ولهيك أنا ما بلومك بنوبي يا حليمة، بس أنت عم تغلطي. ها، ضيعتي فرصة عمرك اللي ما رح تجيكي مرة تانية. الظاهر لهلأ ما استوعبتي أني السلطانة الأم. قلتي لي فرصة عمري مو؟ أنت مين مفكرة حالك؟ يعني ما ضل غيرك لحتى يغير القوانين ويقرر مين بيعتلي عرش الدولة ومين اللي بينزل عن العرش؟ أمرائك صاروا بين إيدينا وسلطتك انتهت من اليوم. بتظنوا هيك؟ عثمان صار برات القصر هلأ، هو بمكان ما حدا بيعرفه غيري. بس رح يرجع، رح يرجع مشان ياخد حقه منك. ما في مشكلة، ابنك سمو الأمير محمد خبر داود وين بيكون، أكيد للمسا بيكون صار عندي.